السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد بلعبة هيتمان 3. رجعت لكم بفيديو النهاية السرية. ايه هي اللعبة النهاية السرية؟ لا للناس اللي عرفوه، أنا طلعت لي بالصدفة وأنا كنت عفت في المكان، فقصت لكم إياها من أول فيديو مشان ما أحرقها عليكم، وحطيت لكم إياها بهالفيديو لحاله، فأتمنى تستمتعوا فيه. إذا عرفتوا عن النهاية السرية عن طريق هالفيديو، لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة إذا كنتم غير مشتركين، ولا تنسوا كود AJAK فورتنايت ايتم شوب او بايبك ستور لتدعموني وتدعم القناة. شكرا لكم ولدعمكم، بتمنى تستمتعوا بالفيديو. بسم الله، خلونا نبلش. طيب يا شباب، النهاية السرية توصل له، توصل لهون، حتفوت لعنده، لعند ادوارد وتحكي معه، تمام؟ I don't suppose there's any point calling for help. No. Seems I brought this on myself. Well played, Miss Burnwood. Do you really think she'll be able to resist all that power? This is not how people work. She rejects the power, not the responsibility. A noble idea. But please join me in the real world. I trust you already know what this is. Why not simply take it? Embrace who you were always meant to be. No, never again. Well, I had to try. Go on then. Do your thing. At least I die knowing who I am. طيب نحن هلا فينا ناخذ الابره ونروح نشكها برقبته او نوزع برقبته ونقتله، او فينا نقوصه، او فينا نقتله بعده طرق. هون في اسلحتنا كلها، حتى الواير، يعني حتى بالواير فينا نقتله، نخنقه. عرفت شلون؟ بس اذا بتستنوا شوي، انتم ماسكين الابره بايدكم، تعطوها شويه وقت. أظن أقل من دقيقة، يعني دقيقة 40 ثانية للدقيقة هاي حاكينا. حتى فينا نفجره إذا بدكن، يعني ناخد فاير استنجوشر نحطه وراه ونفجره. بس النهاية السرية هاي هي. هلا اجتك أفكار تانية، معناتها نحن فهمنا على بعض. حرر نفسه. لوكاس غراي was haunted by his humanity. لوكاس غراي كانت إنسانيته هي لعبت قاتل. كل شيء أبسط إذا كان بالأبيض والأسود، لأنه هي الإبرة تأخذها هينسى كل شيء. Agent 47 هيرجع مثل ما كان. هو شو كان؟ كان ماكينة قتل، كيلينج ماشين. فهلا إذا أخذنا هي الإبرة حنرجع مثل ما كنا من قبل، وحنفقد كل انسانيتنا، لانه مثل ما قال لوكاس كريك كانت انسانيته هي اللي عم تعرقله وعم تقاتله. رح ناخذ الابره ونشوف شو بيصير. Thank you my friend. I will take care of you now. All will be well. Wake up. Wake up, my friend. It's the dawn of a new day, and you have things to do. طيب لأشرح لكم الشيء اللي صار يا جماعة. هاي النهاية، الشيء اللي انقال آخر الشيء هو نفسه اللي انحكى بأول جزء باللعبة وقتها، طلعت بال 1900 ومدري قديش، 1999 مدري بال 2000. أول جزء باللعبة، أول لحظة فيه بيقولوا له إنه قوم يا صديقي، فيق يا صديقي، أو اصحى يا صديقي، في فجر جديد، وفي هذا فجر جديد، وفي عندك أشياء تساويها. رجعوا وقت أخذ الإبرة كأنه رجعنا عدنا كل شيء من الأول، فنهوا القصة في بدايتها، وهذا الشيء كان حلو. طبعا انا كيف عرفت هالشيء؟ فتعملت
شوية ريسيرش، قريت، شفت بداية اللعبة الأولى حتى وصلنا لهالشيء. حبيت أرجيكم إياه، أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، استمتعتوا فيه قبل ما تطلعوا. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعطونا لايك عليه. شكرا لكم وشكرا لدعمكم، ولا تنسوا كود AJAK فورتنايت ايتم شوب او بإبك ستور اذا بتشتروا اللعبة، حابين تجربوها بنفسكم لتدعموني وتدعموا القناة. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.